ومساكم الله بالخير والسرور. ورجعنا لمطبخنا ورجعنا للوصفات. واليوم ما شاء الله استقبلتنا الأمطار، فقلت اليوم بسوي وصفة سهلة وسريعة وتنفع للموظفات اللي ما عندهم وقت أبد، ولذيذة بنفس الوقت. وصفتنا اليوم إيرانية، راح نسوي جوجة كباب، سهلة جدا وما تحتاج مقادير وجد. كل اللي عليكم أنكم تجيبون صدور دجاج وتقطعونها قطع كبيرة زي ما تشوفون، وراح نحتاج ثوم، ملح، فلفل أبيض وكركم وزعفران وبهار دجاج، زيت زيتون وعصير ليمونة وزبادي وبصل مبشور حمسته بشوي زيت عشان يعطي نكهة للتتبيلة. راح أخلط هذه المكونات وأضيفها للدجاج، طبعا باستثناء زيت الزيتون بخليه قبل الشوي مباشرة عشان ما يعزل التتبيلة عن الدجاج. والحين اللي بسويه اني بأجل زيت الزيتون قبل الشوي عشان ما يعزل التتبيلة أو طعم التتبيلة عن الدجاج، وبخلط كل هالمكونات وبنقع الدجاج فيه أقل شيء ساعة أو ساعتين، وكل ما طول كل ما كان أفضل. عشان كذا قلت لكم أن الوصفة تنفع للموظفات، تنقعينها من قبلها بليلة ولما ترجعين من دوامك على طول تبدين تشوين، سهلة وما تاخذ وقت، يصير خلاص ما وراك شيء وأخذت الطعم أكثر. الحين قاعدين نخلط كل هالمكونات اللي تشوفونها. بعد ما خلطنا يا ريحة البصل المحموس مع الزعفران طلعت الريحة خرافية. الحين راح أضيف الدجاج على التتبيلة وخليها تنقع مع بعض. لا عاد مو بالمضرب، أيوة جبنا ملعقة بغينا نعجنها عجن. خلاص كذا غطوها وحطوها بالثلاجة لين وقت الشوي. تبونها تنقع لليل، تبونها لين ثاني يوم، وكل ما انقعت وأخذت طعم أكثر. خلاص أيوة كذا تقريبا الوصفة جاهزة، بس بقالنا الشوي وبس. وبدينا نحط الدجاج بالأسياخ عشان بعد شوي أبدأ شوي. بأي شواية عندك، بأي قلاية اللي موجود عندك، أو حتى لو حبيتي على الفحم. نسيت أحط زيت الزيتون على الدجاج قبل أحطه بالأسياخ، بس مو مشكلة، فبرشه الحين عشان أبدأ أشوي. جبت الشواية وحطيت شوي زيت زيتون وسخنتها. أهم شيء تكون الشواية ساخنة عشان تاخذ الشكل المخطط وعشان الدجاج يحتفظ بمويته وما يصير ناشف عليكم. طبعا الصدور ما تاخذ وقت، يعني كل جنب يبي له 3 دقائق 4 دقائق بالكثير، ونقلبه كل الشغلة ما تاخذ 8 دقائق. قلبتها على الوجه الثاني، بس انتظرها لين تستوي، اتاكد انها استوت فعلا. وهذا الجوجة كباب وخلص، سهل وسريع ما يبي له شيء. قدمته مع رز بالزعفران والزرشك وسلطة الزبادي. وبالعافية.